السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم راح نتعرف على هذا السماد للنباتات الداخلية. فقط بقوا معي الآخر الفيديو، ما تبخلوش علي بجام وبالاشتراك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله، سماد اليوم للنباتات الداخلية. هذا السماد نوجدوه في كامل المشاتل وبسعر بسيط جدا، يساعد للنمو النباتات سواء للجذور والأغصان وحتى الأوراق في فصل الشتاء، ويساعد في ألوان بعض النباتات اللي يكون فيها ألوان كالأصفر والأحمر، راح يساعد في ازدهارها وأيضا إبراز اللون اللي فيها. هذه تاني عبوة نستعملها. أنا كنت من قبل استعملت عبوة واحدة ونصف هذه العبوة، لما شفت بأن السماد فعال جدا حبيت نشاركها معكم باش تستفادوا أيضا لنباتاتكم في فصل الشتاء. كما راكم تلاحظوا هذه العبوة راه فيها نصف الكمية، ودائما تجي عبوة على هذا الشكل ويجي فيها 1 لتر. طريقة استعمال هذا السماد سهلة وبسيطة. وراء العبوة راح توجدوا طريقة الاستعمال وبعض الإرشادات باللغة العربية وباللغة الفرنسية. أول حاجة قبل ما نستعملوا هذا السماد لازم نتركوا النبات تاعنا يحتاج إلى ماء، يعني ما نوضعوش هذا السماد مباشرة على النبات. راح تشوفوا الطريقة، وأيضا لما نسقوا النبات نتركوا حتى يوصل اليوم اللي نسقوا فيه، يعني المدة اللي يحتاج فيها للسقي ونسقوه بهذا السماد. طريقة الاستعمال سهلة وبسيطة، هي كما راكم تلاحظوا راه مكتوب في العبوة 10 لتر ماء في 1 لتر من السماد. أنا راح نستعمل نصف الكمية، راح نستعمل 5 لتر من الماء ونستعمل نفس الكمية، يعني نصف 1 لتر، نصف الكمية أنا كنت مسبق استعملتها. ودائما لما نملؤ الماء نتركه فراغ، يعني ما نملؤوش الماء إلى الفوق باش لما نوضع السماد نكون في 5 لتر بهذه الطريقة. طريقة تحضير هذا السماد لسقي نباتاتنا الداخلية في فصل الشتاء سهلة وبسيطة، فقط اتبعوها خطوة بخطوة راح تشوفوا النتيجة. في أمان الله.